بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. ده نبات الدنيا اللي مزروع كثافة علشان يديني سياج مصير صغير قابل للقص والتشكيل. ده كمحدد للحوض اللي بيتزرع فيه نباتات مزهرة، وداخله دائرة كبيرة من الدنيا. يبقى أنا عندي 2 سياج من الدنيا بيتزرع بينهم نباتات مزهرة زي المارجريت زي الجبسوفيلا أثناء فترة الشتاء. طبعا النبات واضح أنه هو بيعاني من العطش الشديد، لكن ده دليل برضو على أنه هو بيتحمل العطش ومازال حي وبيتحمل درجة الملوحة العالية سواء في المية أو في التربة. انا لما اجي ازرعه المفروض ازرعه بكثافه علشان يديني الكثافه النباتيه دي اللي تقدر تديني سور شديد الاندماج اقدر اشكله واقصه. هنتكلم مع بعض دلوقتي عن الهدف من استخدام الدنيا كسياج. اولا هي ممكن استخدمها لحجب مناظر غير مرغوبه، أو أستخدمها لمنع حركة الرياح اللي ممكن تضر أحواض داخل الحديقة، أو أستخدمها لتقسيم الحديقة إلى مشايات، أو تحديد الأحواض الكبيرة والصغيرة، بس بشرط أن يكون السياج قصير ارتفاعه لا يزيد عن 40 سنتي. الدنيا لها مميزات كتيرة جدا عشان أستخدمها كسياج. أولها إن هي مستديمة الخضرة، ودي أهم حاجة. 2 الجذورها وتدية، تمام. 3 إن هي سريعة النمو وقابلة جدا للقص والتشكيل. طيب إيه الاحتياطات اللي أنا أخدها عندي لما أجي أقص الدودونيا وأبتدي أعملها سياج؟ أولا بالنسبة لفصول السنة، بأخر قصها في الشتاء لانخفاض درجة الحرارة، ولأن النمو بيبقى بطيء وتعويض الأفرع أبطأ. في الصيف بحاول أأخر القص برضو إذا وصلت ارتفاع درجة الحرارة لأعلى معدل ليه. ده بالنسبة للزمن. الوقت اللي أنا أفضل أن أنا أقصها فيه، طبعا يفضل أنا أقصها في الصباح الباكر من الساعة 8 مثلا لغاية الساعة 10 قبل ارتفاع درجة الحرارة. طيب اعمل ايه لما اجي اقص؟ اول حاجة لازم اكون عاملة عملية ري للنبات قبلها باسبوع مرتين، علشان الافرع بتاعتي ما تبقاش متخشبة زي كده، وتعمل لي اجهاد في عملية القص، وفي نفس الوقت برضو عدم تمكن من التشكيل الجيد. يبقى لازم اكون رويت النبات بحيث يكون غض واخضر زي ما هنشوفه في الفيديو. الحاجة التانية ان انا بستخدم في القص المقصات او المحش، بحيث العامل يقدر يتحكم فيه. لما اجي اقص ممكن اعمل خيط او احط عصاية او خشبة زي كده، بحيث تحدد لي الارتفاع اللي انا هقص عليه. يعني انا هنا قص جائر حوالي 30 سنتي من الارتفاع، لاني النبات كان مجهد جدا من الصيف وكان فيه تموجات شديدة جدا، وانا حبيت اتخلص منها. طيب لما اجي برضو اقص قبل فترة ازهار النباتات، واذا ظهرت اقص بعدها على طول علشان امنع النبات من ان هو يكون البذرة، لان انا عايزة نمو خضري مش عايزة نمو زهري ونمو سمري، تمام كده. واهم حاجة ان انا لما اقص النباتات عقب القص انا بارويها ري غزير، والشكل اللي انا بحتاجه ده بيحدده لي نوع الحديقة او الطراز اللي انا بقصها فيه اللي بستخدمها فيه، سواء انا عايزة شكل مموج او شكل مستقيم. بعد كده زي ما قلت اهم حاجة ان انا اقصها حسب الطلب بتاعي، واقص البرعم القمي في الاول بعد بداية ارتفاع النبات 30-40 سنتي عشان ادفعه لتكوين نموات جانبية
غزيرة تعمل لي اندماج في الأفرع، تخليني تسهل لي عملية القص والتشكيل. أتمنى إن أنتوا تستفيدوا من الكلام ده في التطبيق، وده عن الخبرة والممارسة، وأنا تحت أمركم في أي سؤال. شكرا والسلام عليكم، وتمتعوا مع قص وتشكيل الدنيا في الفيديو. شكرا ليكم.